سمعت كتير عن الماسكات المطاطية وقد هي كتير منيحة، فأنا حبيت اليوم أجرب هاد من ماركة اسمها سكين آيزلاند. تقدري تشتري واحد أو تقدري تشتري 3 سوا. العلبة بيجي فيها كيسين، واحد فيه زي جل والتاني فيه زي باودر. لازم تفتحي الجل تصبيه كله في البلاستيك اللي أصلا هي علبة المنتج نفسه، يعني انتي في نفس العلبة بتصبيه منيح، بتطلعيه كله ما تخلي ولا اشي لانه كميته كتير وفيرة. بعدين بتفتحي التاني الباودر وبتصبيه كمان كله في نفس العلبة فوقه، ولازم تحركيهم سوا 30 ثانية على الاقل لما تحسيهم اختلطوا كتير منيح. هاي الماسكات بتعمل حاجز بين البشرة والهواء، فبتجبر البشرة انها تمتص كل الفوائد يلي بالماسك بدون ما تتبخر. اولها الشعور، بتحسيه كتير غريب، المنتج نفسه بارد على البشرة، هيك بيعطي انتعاش كتير حلو للبشرة، بس كتير صعب تحطيه، يعني كميته كتير كبيرة وأنا تغلبت وأنا أحطه بضل يزحول، كل ما أحط بضل يسحل على وجهي، فبدك تتغلب شوي وأنت تحطيه، طولت عبين ما عبيت كل وجهي، وكميته كبيرة بتفكري إنه لأكتر من شخص، بس لا، هو لازم تحطيه أنت طبقة كتير خميلة على وجهك. طبعا جربته على كل العيلة من كتر ما انعجقت عليه. بعد 20 لـ25 دقيقة بتحسيه تماسك، فبتبلشي تشيليه من برا لجوا، رح ينشال معك شقفة واحدة إذا كنتي حاطتيه صح على وجهك. بعد ما تشيليه المفروض تحسي وجهك كتير كتير رطب، في نفس الوقت بلمع ومنور لأنه في فيتامين سي، وبالضبط هذا اللي صار معي، وجهي كان كتير رطب وفي لمعة، شوفي كيف خدودي ملمعين وحتى منخاري عليه لمعة كتير حلوة. في أكتر من نوع، هذا النوع اللي أنا جربته من سكين آيزلاند، في كتير مواد كتير مهمة، الانجريدينس أهمها فيتامين سي، وكمان في أنواع تانية مثلا هذا الكوري من دكتور جارت، بس الفكرة بتخلطي خلط مع بعض، أو بتشتري جاهز اللي بيجي معه سيروم بتحطيه قبل الماسك وبعدين بتحطي الماسك. صراحة هذا الماسك من أحسن الماسكات اللي جربتها بدون مبالغة.